مساءكم خير. في نوعين من التغيير، يقولوا كده انه التغيير الشخصي وتغيير المجتمع، الدولة، الاقتصاد. التغيير الشخصي سهل، مش هينفع اقول سهل، لكنه الاسهل، لانه بمجرد قرارك الشخصي لصناعة التغيير تقدر تتغير فعلا خطوة النهاردة، 10 بعد شهرين، وفي خلال وقت قصير تقدر تلاحظ التغيير ويتبعه على طول. التغيير الشخصي بيتبعه على طول تأثير على الدوائر المحيطة بيك. لكن النوع الأصعب دايما من التغيير هو تغيير محتاجين نعمله في منظومة، في مجتمع، وبالتالي دايما التغيير اللي بنبقى عاوزين نشوفه في الدولة نلاقيه ياخد مجهود كتير ومحاولات أكتر. ومهما بدت المحاولات مخلصة، إذا فضلت مش جوه منظومة التغيير تبقى متعطلة. عشان كده دايما في مصطلح يستخدم لصناعة حالة جديدة، لتحسين الاقتصاد، لتحسين الوضع العام، نقول إن إحنا عايزين نحسن المناخ بشكل متكامل، الإيكو سيستم كما يسميها كل خبراء الاقتصاد. يعني ايه الايكو سيستم؟ يعني السيستم اللي بيضمن انه اراده التغيير لما عايزين نعمل كذا ما تتعطلش بشخص معصلك معانا، ما تتعطلش بقوانين مش بتساعدنا، ما تتعطلش باجراءات اخرى موجوده في الدوله او قوانين اخرى موجوده في الدوله تعطل بالاساس قرار في الأساس كان متميز جدا ومهم جدا. عشان كده واحنا بنتكلم على رحلة الإصلاح الاقتصادي في مصر، هي واحدة من التجارب الصعبة اللي عدت علينا وبنعدي فيها، تلاها وتابعها حالة أو الأزمة الاقتصادية العالمية، فبالتالي كلنا حاسين قد إيه التغيير صعب. في حاجة معطلانة، في إرادة سياسية حقيقية لصناعة التغيير وتسهيلات ومحاولات لأننا نصنع إيكو سيستم، نظام جديد، لكنها بتتعطل لأننا مش قادرين نقعد مع بعض على ترابيزة واحدة ونصنع هذا التغيير. يمكن ده يقول لنا قد إيه أهمية أنه ننتظر بترقب واهتمام شديد المؤتمر الاقتصادي المزمع أنه يكون يوم الأحد والاثنين والثلاثة جايين، ويخلينا كمان نفكر مع حضراتكم في إزاي بيصنع التغيير في الدولة النهاردة باختلاف الآليات والمحاولات الكتيرة لصناعته. هنرجع تاني للمؤتمر الاقتصادي، لكن لازم أبتدي معاكم زي ما اتعودنا بمعلومة وصلت لنا لكن احنا محتاجين كمان نصحح. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء النهاردة أصدر نفي لما تردد من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية. أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار اللي احنا شايفينه كل يوم بيتبعوا أنه لازم الدولة تقوم بدور أكبر في هذه الفترة الحالية. فالناس لما شافت أنه كل الحاجات أسعارها زادت، حصل توقعات، سميها تكهنات، سميها إشاعات، لكن اللي حصل أنه وصل للناس أنه سعر رغيف العيش المدعم هيزيد. وزارة التموين نفت هي كمان وقالت استمرار وتثبيت نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش فقط دون أي زيادات. مهم جدا واحنا بنفتكر بقى الفكرة دي والمنظومة نعرف أن منظومة الخبز المدعم بيستفيد منها 71 مليون مواطن. التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز زادت، وده معناه أنه الرقم اللي مطلوب من الدولة للدعم زادت، لكن الدولة بتتحمل فارق الزيادة في أسعار القمح المحلي وأسعار القمح المستورد، وقالت أنه دعم الخبز السنوي بيبلغ قيمته 51 مليار جنيه والحكومة ملتزمة به. ميزانية الدعم بعد رفع الأسعار من المتوقع أنها توصل ل 73 مليار جنيه خلال العام الحالي. هرجع معاكم تاني للي كنا بنتكلم عنه، عن المؤتمر الاقتصادي. لماذا مؤتمر اقتصادي؟ طب هنعمل ايه بالمؤتمر الاقتصادي؟ اعتقد انه مفيش حد فينا ما عداش عليه فكره اعتقد انها فرصه تنقل مصر، صح؟ لما بنمشي في الشارع كده ونقول يا لو السياحه ترجع، ده تمشي عجله مش بس الاقتصاد في مجال السياحه، لكن قطاعات مغذيه ما تقدرش تعدها. والسياحة لما تنتعش تنعش باقي القطاعات. ونرجع نقول طب السياحة بتنتعش هي بس بحجوزات الفنادق؟ لا، السياحة بتنتعش
زي ما قلنا لحضراتكم كده، بان الايكو سيستم النظام كله يبقى فاهم اننا دوله سياحيه، وبالتالي تسن قوانين تساعد على حمايه حق السائح في السير امنا في الشوارع، تسن قوانين تنظم الاسعار بتاعه كل المنتجات اللي بتقدم للسائح مثلا. فاحنا بنقول امثله بسيطه جدا، لكن ده اللي احنا نقصد بيه فكره المنظومة المتكاملة. مستثمر عايز يضخ استثمارات في مصر، هل بس هيشجعه أنه مصر دولة قوامها 100 مليون شخص فتقدر تعتمد عليهم في أن منتجاتك تتوزع وانت مرتاح وأنك تقدر تصدر لأن موقعها متميز؟ الإجابة لا. الإيكو سيستم، النظام بشكل عام، كل قطاعات الدولة إزاي بتخدم المستثمر، ده باختصار اللي احنا متوقعين نشوفه في المؤتمر الاقتصادي اللي بينطلق يوم الحد اللي جاي برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. بطبيعة الحال اننا بنعقد مؤتمر اقتصادي في نهاية شهر اكتوبر في وقت حساس جدا، العالم كله بيمر بأزمة اقتصادية، يعني عندكم ايه تقدموه جديد؟ احنا مصر كمان بتنظم كوب 27 بعد اسابيع قليلة، طب يعني الداعي اننا النهاردة نجتمع ونتكلم عن تحولات اقتصادية؟ الوقت والتوقيت يخلينا نقول انه مهم جدا اننا نتكلم عن تحديات، وسعدت جدا لما عرفت انه تفاصيل وتقسيم المؤتمر، ايام المؤتمر كمان تقريبا بترجم اللي احنا كمواطنين بنفكر فيه بقالنا فترة طويلة. ان اليوم الاول بتكلم على سياسات الدولة بشكل عام، كيف يدار الاقتصاد في مصر، وده كلام مش بس مهم يسمعوا المستثمرين لكن كمان مهم نسمعه إحنا كمصريين. اليوم الثاني بيتكلم عن دعم القطاع الخاص والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، وإزاي وإعلان وثيقة ملكية الدولة اللي سيادة الرئيس اتكلم عنها إزاي ده يتحقق. واليوم الثالث اتكلم عن اقتصاد المؤسسي للدولة، ده اللي أعلنه أو دي أجندة المؤتمر الاقتصادي المعلنة، لكن بالتأكيد في تفاصيل إحنا كمواطنين نحب نعرفها عن دعوة المستثمرين، كيف تم اختيارهم، إزاي مخرجات المؤتمر نضمن أنها تدخل بسرعة بقى في، إذا صحت الكلمة القديمة بتاعت زمان، دولاب عمل الدولة، وبالتالي الإيكو سيستم اللي احنا بندور عليه يتغير فعلا. معنا متشرفين أن معنا دكتورة رندا حمزة مساعد وزيرة التعاون الدولي. مساء الخير عليك يا دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا، زي حضرتك أستاذة دينا. احنا مبسوطين وعارفين ان انتوا مشغولين جدا وان انتوا عندكم استعدادات كتيره جدا لهذا المؤتمر، بس هنبدا مع حضرتك باولا لماذا هذا التوقيت تحديدا، وانا عارفه ان كل اجهزه الدوله مشغوله كمان في كوب 27. هو سؤال مهم جدا طبعا، زي ما احنا عارفين ان دلوقتي العالم كله بيشهد ظروف اقتصاديه صعبة جدا، ده طبعا جاء على خلفية عدد من الأزمات الدولية اللي هي زي ابتدت طبعا في 2020 بجائحة كورونا، ثم يعني بدأ العالم في التعافي في آخر 2021، ثم بداية 2022 فابتدت التوترات في أوروبا مع الحرب الروسية الأوكرانية، فده كله طبعا يعني عمل انعكاس كبير جدا على مؤشرات الاقتصاد عالميا ومحليا. وفي نفس الوقت طبعا كان لازم ان هو يبقى فيه حلول سريعه علشان نشوف ايه اللي ممكن نقدمه يعني للاقتصاد، يعني البلد تقوم بيه علشان نقدر يعني نؤثر في تعافي الاقتصاد، علشان ما يعني محتاج ان يحصل تدخل بطريقه ما، وبالذات في محور طبعا تمكين القطاع الخاص، لان القطاع الخاص هو المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي. طيب دكتور رندا، انا عايزه اسال حضرتك بصفتك مساعد وزيره التعاون الدولي، ووزاره التعاون الدولي واحد من ادوارها الرئيسه هي جذب استثمارات وبناء علاقات وشراكات يعني دوليه، ازاي تم اختيار او تم دعوه المستثمرين لحضور هذا المؤتمر؟ هي القطاعات، انا متاكده ان انتوا على اجندتكم يعني عشرات المشروعات، اللي بل مئات من المشروعات اللي في ناس مهتمه انها تنفذها، ازاي تم الاختيار ودعوه المستثمرين لهذا المؤتمر؟ خليني طيب يعني اتكلم تحديدا على التعاون الدولي، وان هو تعاون مع مؤسسات تمويليه دوليه
سواء كانت عن طريق علاقات ثنائية ما بين الدول أو عن طريق مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف. إزاي ده بيدعم القطاع الخاص؟ وهو هذه المؤسسات طبعاً بتوفر دعم للقطاع الخاص عن طريق عدد من الآليات، منها توفير خطوط ائتمان مباشرة أو عن طريق تمويل البنوك اللي بدورها بتمول مثلاً شركات الصغيرة والمتوسطة، وبتعمل برضو زي دعم فني برضو لهذه الشركات علشان تقوم بدورها، أو بتعمل تأمين ضد المخاطر والضمانات اللي بتحتاجها هذه الشركات. وبناء على هذه التدخلات كلها تم اختيار المشاركين اللي هم مثلا بيكونوا أكتر ناس مستفيدة من هذه التمويلات أو عندهم فرص للاستفادة من هذه التمويلات طبعا عشان التعريف بيها بشكل أكبر. فهي في هتلاقي الشركات الكبيرة اللي هي اللي بتساهم في المشروعات الكبيرة على مستوى الدولة، هتلاقي الشركات المتوسطة والشركات الصغيرة، هتلاقي البنوك اللي هي اللي بتاخد خطوط ائتمان وبتعيد تمويل القطاع الخاص من عن طريق وسائل مختلفة، هتلاقي طبعا بعض ممثلين هذه المؤسسات الدولية علشان يتكلموا على كمان الجوانب الأخرى اللي هم بيوفروها، اللي هو الدعم الفني والتدريب اللي بيوفروه للقطاع الخاص علشان يتماشى كمان مع المتطلبات الجديدة للاستثمار الدولي. وهو زي ما حضرتك قلتي طبعا أشرتي في المقدمة إن ده وربطته بفكرة استضافة مصر لقمة المناخ COP27 في شرم الشيخ ان شاء الله، وازاي المعايير البيئيه دي تدخل كمان في استثمارات القطاع الخاص، لان هو ده اللي بقى مطلوب عالميا دلوقتي. واذا احنا هننافس على المستوى الدولي فاحنا هيبقى متطلب مننا طبعا ان احنا نتوافق مع هذه المعايير، لانها بتفتح مجالات كبيره اكبر للتصدير وبتفتح مجالات للانتاج وفرص عمل اكثر. طيب. انا عندي سؤال يا دكتوره، ودي برضو حضرتك صحح لنا المعلومه دي. يقال دايما ان المستثمر الاجنبي ما يجذبه بالأساس هو وضع المستثمر المحلي، فهل هيجلس الجميع على طاولة واحدة ويتكلموا في التحديات اللي بتواجههم؟ المستثمر أو القطاع الخاص في مصر هيطرح كل المعوقات ويتم طرح حلول، وبالتالي يتم يعني وضع آلية جديدة للعمل في مجال الاستثمارات غير الحكومية؟ يعني إيه الرؤية لدمج القطاع الخاص مع الاستثمار الأجنبي وأنه يبقى مثل حقيقي لأنه تسهيل عمل الاستثمار الأجنبي؟ ما خلينا نقول إن ده دلوقتي يعني مهم جدا، أول نقطة في هذا الموضوع أو اللي تقويه، لأن هو بالفعل موجود الصراحة. أول نقطة بتقويه إن يكون في حوار مفتوح ما بين الأطراف الفاعلة كلها، وهو ده اللي هيحصل غالبا في المؤتمر الاقتصادي، لأن جميع الأطراف هتكون قاعدة على في مكان واحد بيتكلموا بشفافية وبيحاولوا يوصلوا للحلول أو للتوصيات اللي ممكن توضع موضع التنفيذ علشان تشجيع الاستثمارات، سواء التوسع في الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وجود طبعا المؤسسات الدولية بيبقى مهم جدا، لأن المؤسسات الدولية دي بتشتغل زي ما بتشتغل في مصر، بتشتغل في بلاد كثير، المساهمين في رأس مالها هي الدول كثيرة جدا، منها طبعا أكبر المساهمين من الدول المتقدمة، فبتبقى عارفة إيه المعايير اللي مطلوبة إن احنا مثلا تبقى موجودة عندنا علشان مناخ الاستثمار يبقى أكثر جاذبية. فوجودهم نفسه بالضبط إن هم إزاي عن طريق التعاون الدولي اللي بيحصل ما بينهم ما بين مصر مع كافة الوزارات المعنية بيعمل. بشكرك دكتورة راند. بشكرك دكتور راندا حمزة، مساعد وزير التعاون الدولي. إذا نتوقع الكثير من مؤتمر الاقتصاد خصوصا في مجال دعم القطاع الخاص وأيضا الاستثمار الأجنبي. إحنا كمان عارفين أنه مجلس الوزراء والمعني بتنسيق هذه الدعوات وبتنسيق حتى تفاصيل أجندة الحوارات اللي هتحصل في مؤتمر الاقتصادي. معنا ومتشرفين بدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء. دكتورة هبة، ببساطة جدا، إزاي وضعت أجندة المؤتمر الاقتصادي وإزاي هنضمن أنه مخرجات المؤتمر
يتم إدراجها في جميع الوزارات المعنية بدعم الاستثمار. وأنا هنا عايز أسأل حضرتك كمان، هو مين اللي مش معني بدعم الاستثمار؟ أنا أتوقع أنه أعتقد أنه واجبكم كبير وصعب جدا، لأنه كل أجهزة الدولة أعتقد أنها معنية بتسهيل الاستثمار. أكيد يا فندم، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. وزي ما حضرتك أشرتي، المؤتمر الاقتصادي في الحقيقة هو ليه عدد كبير جدا من جوانب الأهمية على وجه الخصوص طبعا على المستوى القومي لهذا المؤتمر الاقتصادي. فمن ناحية طبعا هو بيعكس حرص الحكومة على تعزيز نهج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات الحوار الاقتصادي الشفاف والصريح مع طبعا كافة وطيف واسع من ممثلي القطاع الخاص في مصر وكافة المعنيين بالشأن الاقتصادي بشكل عام. وكمان المهم ليس فقط لطرح مثلا حوار حول كافة التحديات، ولكن أيضا للوصول خلال المؤتمر إلى حلول عملية لهذه التحديات. ويمكن دي أول أهمية للمؤتمر، أن هو بيعزز نهج الشراكة الحقيقية ما بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال آليات وقنوات صريحة للتواصل الفعل ما بين الحكومة وكافة المعنيين بالشأن الاقتصادي. يمكن كمان من جانب آخر هو بيعكس أو بيأتي في مرحلة الحكومة بتستهدف فيها عمليا زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة إلى 65% خلال الفترة المقبلة. وده يمكن كان مهد لي طبعا إعلان الدولة عن وثيقة سياسة الملكية طبعا مؤخرا. وخلال المؤتمر أيضا سوف يتم الإعلان عن الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، واللي بتتضمن العديد من الآليات التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة. لو جينا كمان على المستوى العالمي، هنلاقي ان هو المؤتمر بينعقد طبعا في فتره في غايه الدقه بالنسبه للاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي حاليا شهد العديد من الازمات الاقتصاديه المتعاقبه، كانت ازمه كوفيد 19، ثم عقب ذلك طبعا ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه وما تبعها من اتجاه المؤسسات الدوليه طبعا وعلى راسها صندوق النقد الدولي الى خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي الى 2.7%. ومتوقع ان اكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف يشهد انكماش هذا العام او العام المقبل. وبالتالي نحن امام مرحله حرجه اقتصاديا على المستوى العالمي. وما يمكن الاقتصادات العالم من مواجهه هذه المرحله الحرجه هو بالاساس مرونه الاقتصادات في مواجهه هذه الازمه. ايوه، هو ده بالظبط يا دكتوره هبه سؤالي، مرونه الاقتصاد في اولا التعامل مع الازمه ثم العبور منها. ايه اللي احنا عاوزين نوصل له؟ اقصد بلغه الناس كده، ايه اللي احنا عاوزين نوصل له من مخرجات المؤتمر الاقتصادي فنقدر نعتبر انه اذا وصلنا الى هذه النقطه من الحوار، سواء فيما يخص القطاع الخاص او اقتصاد الدوله، كيف يدار اقتصاد الدوله، نقدر نقول انه احنا كده بنقدم تقرير قدام الناس انه نجحنا في ان نصل الى ما نصبوا اليه في جمله واحده. حاضر يا فندم. هو في الحقيقه علشان نقدر ننجح في تجاوز هذه المرحله الصعبه، احنا محتاجين نبقي على معدلات مرتفعه ومستدامه من وتيره النمو الاقتصادي بالنسبه للاقتصاد المصري. واحنا بالفعل وصلنا لدوحه ناحقنا 6.6% لمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي في العام المالي 2021-2022. وايضا تمكنا بفعل الاصلاحات الاقتصاديه المختلفه التي تم تبنيها عبر مرحلتي برنامج الاصلاح الاقتصادي في المرحله الاولى والثانيه، من خفض كبير جدا معدلات البطالة اللي انخفضت من 13% في عام 2015 إلى ما يقارب 7% حاليا. وهذا هو ما يهم المواطن في المقام الأول والأخير. وكل هذا لابد أن يستمر في المرحلة المقبلة، بل بالعكس بوتيرة أقوى للنمو الاقتصادي وللتشغيل، وهو ما يستلزم المزيد من التركيز على دور القطاع الخاص. وبالتالي إحنا دلوقتي أمام مرحلة بيواجه فيها القطاع الخاص المصري بعدد من التحديات التي لابد من طرحها بشفافية، ولابد من إن شاء الله أنه هيكون في تجاوب من قبل الجهات كافة الجهات الحكومية المعنية بتدابير وسياسات لمواجهة هذه التحديات. بالتأكيد. مثلا أنا بشكرك يا دكتور. زي ما سيادتك أشرتي طبعا هيكون في جلسة ختامية للسيد رئيس مجلس الوزراء سيتم الإعلان خلالها على نتائج المؤتمر، أبرز التوصيات وأيضا عدد من المبادرات الحكومية التي سيتم تبنيها خلال المرحلة المقبلة لإحساس المواطن المصري بالعائد الحقيقي للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، وأيضا حل الكثير من المشاكل التي تواجه القطاع الخاص المصري. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء. قد يبدو الحديث عن الاقتصاد أنه كلام صعب، وممكن نحس واحنا بنسمع الكلام عن اقتصادات العالم يجي لنا احساس انه وماذا بعد. الحقيقه ما زلت مصر على انه
وبعد ذلك خير كبير، لأنه دائما في وقت الأزمات تكمن الفرص. واللي قالته الدكتورة هبة عن فكرة مين الاقتصادات اللي هتنجح أنها تعدي الأزمة التي تتسم بمرونة كافية. خلينا نصدق أنه إعلان المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت الحرج والمشغول للدولة كلها مشغولة فيه، معناه أن إحنا مدركين تماما لخطورة الأزمة، ومدركين تماما أنه في قدر مهم وكبير جدا من المرونة لازم يقدم لدعم الاقتصاد. بعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم التاسعة. مساءكم خير. المتابع للشأن العالمي يعرف أنه الأزمة الاقتصادية العالمية تؤثر في السياسة، وبطبيعة الحال تؤثر في السياسة العالمية يعني، وبطبيعة الحال السياسة أيضا تؤثر في الاقتصاد، لأنه السياسيين المفترض أنهم بيقوموا بكل القرارات اللي بتدعم الاقتصاد وتساعده، وتحديدا وقت الأزمات. وبالتالي أي حد بيتولى منصب في ظل أزمات اقتصادية هو في امتحان صعب جدا، لكن هتفضل هي سابقة أنه رئيسة وزراء بريطانيا اللي بدأت يعني وزارتها من 6 أسابيع فاتوا، امبارح تابعنا خبر استقالتها من رئاسة وزراء بريطانيا بعد 6 أسابيع. الاستقالة كما أعلنت ليز تراس أنها نتيجة ما تعانيه بريطانيا بشكل عام وأوروبا طبعا من موجات تضخم غير مسبوقة وغلاء أسعار، لكن القصة فيها تفاصيل أكتر من كده. ليز تراس صاحبة التاريخ السياسي الكبير، اللي هي بدأت من عضوة في الحزب، ثم عضوة في مجلس العموم، ثم وزيرة للعدل، ثم وزيرة للتجارة، ثم آخر رئيسة وزراء في عهد الملكة إليزابيث. لكن الحقيقة أنه من المعلن ومن الواضح جدا أنه السياسات المالية والأوضاع الاقتصادية هي السبب. في نفس الوقت بتاع الأوضاع الاقتصادية بتاعت ليستراس اللي دفعتها للاستقالة، لأنه في احتجاجات من الناس على غلاء المعيشة وتفاصيل كتير داخلية، في كمان تفاصيل اجتماعية ظهرت من خلال دراسة بتقول أنه حوالي 4.5 مليون شخص في بريطانيا بيخططوا للهجرة هذا العام بسبب غلاء المعيشة. طبعا الأخبار بتاعت الهجرات الضخمة والأعداد الضخمة دي حاجة البلاد الأوروبية مش متعودة عليها. طبعا العالم كله الناس بتشتغل في كل مكان، وناس بتتحرك بسهولة يمكن أكتر مننا كمان، لكن إحنا بنتكلم عن موجة من الغلاء اللي الناس مش قادرة تتحملها وما فيش رؤية واضحة للتعامل معها. إحنا عندنا بقى أسئلة تخص التفاصيل، هو غلاء الأسعار اللي احنا في مصر بنعاني منه شكله ازاي في دول أخرى أو في مكان آخر من العالم؟ نعتقد أنه استقراره راسخ وقوي، ويعني من المفترض أن يواجه هذه الأزمات بشكل أكبر من الثبات. احنا متشرفين أنه معنا من لندن الكاتب الصحفي محسن حسني. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين الكرام. أستاذ محسن، الأزمة الاقتصادية هي سبب الأزمة السياسية أم العكس؟ ليس العكس، الأزمة الاقتصادية هي سبب الأزمة السياسية. المشكلة التي تعانيها بريطانيا يعانيها العالم، وهي أزمة تضخم جامح لم تشهده البلاد منذ نحو 40 عاما. وصلت معدلات التضخم إلى 10%، وفي توقعات أنه في العام المقبل قد تصل إلى 20%. هذا دفع الحكومة الجديدة للبحث عن حل سريع. اعتقدت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، أو الحالية، هي لا تزال حالية لحين تسليم المهام إلى رئيس وزراء جديد، هي اعتقدت أن تخفيضات الضرائب قد تحل المشكلة، ولكن كان هناك معارضة لهذه الخطوة لأنها ستزيد الأمر سوءا. التخفيضات الضريبية بالفعل زادت الأمر سوءا، وتراجعت عنها ليز تراس في هو ده اللي احنا مش فاهمينه يا استاذ محسن، ازاي يعني اذا كانت او برضه حضرتك صحح لي المعلومه، اذا كانت معظم الدول الاوروبيه لا تقدم دعم، فبالتالي الاقتصاد المواطن هو الاقتصاد اللي بيقود يعني، فهل التخفيف على الناس بتقليل الضرائب لم يخدم الناس او لم يشارك في تهدئتهم؟ ازاي ده حاصل؟ منظومة الاقتصاد الكلي في بريطانيا تختلف شوية عن باقي دول العالم. لما بتقوم الحكومة بعمل خفض ضريبي لازم تقوم بعمل دعم
علشان بعض الفئات المتأثرة بخفض الضرائب لا تتأثر في أعمالها ومشروعاتها واستثماراتها. بالتالي هي الحكومة وعدت بضخ 45 مليار جنيه استرليني لتعويض الفاقد أو التأثيرات الناجمة عن التخفيضات الضريبية. هذا القرار برمته أضر بالاقتصاد، وكانت هناك تحذيرات من وزير المالية السابق ريشي سوناك من تداعيات هذا القرار، وأيضا كانت هناك تحذيرات من صندوق النقد نفسه، حذر وقال أن بريطانيا تأخذ خطوة لن تكون صحيحة 100% في السيطرة على التضخم وموجات التضخم التي تعانيها البلاد. طبعا بريطانيا تحتاج إلى الطاقة بشكل كبير نظرا لبرودة الجو زي كل دول أوروبا، وهناك تأثر كبير في قطاع الطاقة نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كل هذا كان له تأثير كبير على تصاعد يعني معدلات التضخم، وبالتالي وقعت الحكومة الجديدة في هذا الفخ، ونتج عنه استقالة ثلاث وزراء ثم استقالة رئيسة الوزراء. هذا هو الموقف حتى الآن. فهي أنا بشكرك شكرا جزيلا. تفضلي فن. نعم، هي إذن أزمة اقتصادية أدت إلى أزمة سياسية. إلى أزمة سياسية، مفهوم جدا. وبشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ محسن حسني من لندن. الحقيقة أنه ثبات القادة السياسيين في الوقت الصعب ده ومواجهتهم ومكاشفتهم لشعوبهم جزء كبير جدا من الاستقرار. القرار السريع لليستراس ما تقدرش توصفه هو جيد ولا هو رديء، هو احترام لرأي الناس ووضوح كده في عجزها عن إيجاد حل للأزمة، ولا هو هروب من مواجهة الأزمة وأزمة اقتصادية حقيقية بتواجهها لندن أو المملكة المتحدة. على كل حال نرجع بقى لما يخصنا وما يهمنا. احنا اتفقنا انه الأزمة الاقتصادية العالمية وزي ما احنا شايفين هي أزمة أكبر من أن نعتقد أن هي مشكلتنا لوحدنا، لكني أدرك وأفهم أنه الكلام ده ما يفرقش مع اقتصاد المواطن أو لا يعزي المواطن. أن أنا أعرف أنه أنها أزمة تخص العالم كله قد يكون جزء من أنه يشرح لي أنا ليه بيحصل معايا كده، لكن مش هيحللي أزمتي الحالية. وبالتالي في مبادرة مهمة جدا، ومبادرة تقول لنا كمان برضو اللي بدأنا وتكلمنا عنه، أنه الإيكو سيستم أو النظام الداخلي للدولة، المؤسسات بتتكامل مع بعضها في التواصل، ممكن يجاوبنا على أسئلة تخص الناس أكتر، تخص كيف سنخرج من هذه الأزمة. وما بقاش ببالغ لو قلت نبقى محظوظين جدا كلما زادت الإجابات وضوحا، حتى لو كان الوضوح ده قاسي، يعني حتى لو اتقال لنا كده بوضوح إحنا قدامنا وقت صعب قدره قد كده، لكن إحنا شايفين الفرص اللي هي موجودة هي في آخر الطريق، وشايفين الحلول المقدمة، وإحنا بنناقش أو بنتناقش في هذه الحلول. ده بالضبط اللي تقدم بالحوار الوطني. الأستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أرسل مجموعة من الأسئلة والاستفسارات. إحنا عارفين طبعا أنه الحوار الوطني تم تقسيمه داخليا للجان، وكل لجنة معنية بأنها تسمع من الناس وتحط محاور وتتكلم وتتحاور فيها وتقدم حلول. بالمناسبة فالحوار الوطني قدم نموذج لعلاقة تكاملية ما بينه وبين مجلس الوزراء المصري، وتقدم للدكتور مصطفى مدبولي لوضع هذه الأسئلة أمام المؤتمر الاقتصادي. والمطلوب يعني الحوار الوطني باستفاضه صوت الناس والشارع ومن يمثلهم هذا الحوار اتحطت قدام المؤتمر الاقتصادي، مطلوب من المؤتمر الاقتصادي أنه يجاوب على هذه الأسئلة. الأسئلة دي هي إيه بقى؟ أول حاجة سؤال يخص التضخم وسعر الصرف. اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني سألت السؤال، هتعملوا إيه؟ أنا مش عايزة أقول الصيغ المعقدة لهذه الأسئلة، لكن السؤال إيه هي الآليات المزمع استخدامها في الأجل القصير لكبح جماح ارتفاع الأسعار؟ خلونا نقولها كده بالبلدي، هتعملوا إيه في انفلات الأسعار إذا صح التعبير؟ الأسعار بترتفع لأسباب اقتصادية حقيقية ولأسباب اقتصادية تخص استغلال الأزمة، دي أسباب نفهمها ودي أسباب الدولة ليها دور فيها. السؤال الثاني، الحوار الوطني بيسأل عن عجز الموازنة والدين العام،
والإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات، إيرادات الدولة ونفقات الدولة. المفترض أنه السياسة النقدية للدولة دي الدولة بتتفق فيها، لأننا بنقترض من صندوق النقد مع صندوق النقد. طب هنعمل إيه؟ إزاي هنتأكد أنه مش هيحصل أنه السياسة المالية تأثر على السياسة النقدية؟ يعني إيه؟ يعني إزاي هنتأكد أنه مش هيحصل عندنا تضخم فظيع على الأجل القصير والمتوسط بسبب حجم يعني الفرق الرهيب أو العجز في الموازنة والدين العام؟ ده سؤال. في سؤال تاني طرحه الحوار الوطني. أنا عجباني الأسئلة فسامحوني لو باخد وقتي فيها كده وبحاول أترجمها بلغتنا باللي إحنا بنقوله في الشارع كل يوم. سؤال يخص الاستثمار الخاص، أهميته. سؤال عن الطاقات المعطلة. يعني إيه الطاقات المعطلة؟ يعني إنه في استثمارات سابقة موجودة في الدولة وفي تكوين للصندوق السيادي اللي هو بيعتبر محاولة إيجابية، لكن هنعمل إيه للاستثمار الخاص؟ السؤال اللي كنا بنسأل فيه حالا الأستاذة هبة والأستاذة رندا فيما يخص المؤتمر الاقتصادي. معروف جدا أنه لو الاستثمار القطاع الخاص في الدولة قادر يتحرك وفق قوانين وفي ثبات تشريعي وفي ثبات إداري وفي حالة من الاستقرار، ده يجذب الاستثمار الأجنبي بطبيعة الحال من غير ما نتعب. سؤال تاني قدمه الحوار الوطني فيما يخص الاستثمار العام. يعني الحوار الوطني بيسأل عن التضخم، عن عجز الموازنة، عن الاستثمار الخاص وعن الاستثمار العام. يعني إيه الاستثمار العام؟ الدولة، الدولة عندها مشروعات عملاقة المفترض إنها تدر دخل للدولة، وبالتالي الحوار الوطني بيطرح هذا السؤال. إيه الآليات اللي اتحطت عشان نقول إنه نتأكد إنه الإنفاق الاستثماري العام، يعني الدولة تصرف على مشروعات كبيرة دي المواطنين موافقين عليها؟ دي حاجة مهمة جدا إننا نقول إنه المشروعات العملاقة اللي بتقدمها الدولة المواطن موافق إنه يكون جزء منها، موافق إنه يصرف عليها. سؤال تاني بيتعلق بالصناعة قدمه الحوار الوطني فيما يتعلق بقطاع الصناعة. سؤال مهم جدا 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 عن السياسات، لأنه إذا أردنا نهوض بالصناعة ففي سياسات لازم الحكومة تتبناها عشان تقلل أي تحيز للقطاع العقاري على حساب قطاع الصناعة. وأنا بشوف إن ده سؤال مهم جدا. القطاع العقاري رغم أهميته الشديدة في مصر إلا أنه أخذ حجم كبير من الاقتصاد المصري، وبالتالي تعطلت الاستثمارات في الصناعة. يعني ببساطة ما بقاش الصناعة ما بتكسبش قوي زي الاستثمار العقاري، يلا كلنا نستثمر في العقارات. والحقيقة أنه الدولة لازم تغير طريقة تشجيعها للصناعة إذا كنا نريد صناعة أو نهوض حقيقي بالصناعة. سؤال كمان مهم عن الزراعة. سؤال بالنسبة لقطاع الزراعة، هنعمل إيه عشان نزود دخل المزارع؟ وده معناه بالمناسبة، ولما بقول المزارع أنا مش بنزل بسرعة كده في الهرم أو التسلسل، لكن بالعكس دايما صحة العملية أو العملية، نقول إن الزراعة بتنتعش إذا كان المزارع بيكسب كويس مش التاجر. إزاي نزود دخل المزارع ونرفع إنتاجيته؟ وسؤال في تفاصيله، يعني إزاي التعاونيات ممكن تبقى ليها دور فاعل في هذه المسألة؟ الأسئلة حلوة جدا، الأسئلة شبه كلامنا اللي بنقوله كل يوم في الشارع، وبنسأل أسئلة الناس بتسألها للدولة. سؤال كمان فيما يتعلق بقطاع السياحة، سؤال مهم عن خطة الحكومة للتأكد من عودة السائح لمصر مرة تانية، اللي كنا بنقوله برضو في بداية الحلقة. السياحة مش بس حدث عظيم يحصل ولا حجوزات كتيرة مالية الفنادق، وبالمناسبة حاجة حلوة قوي وحاجة فعلا ابتدت تحصل، لكن السياحة هي منظومة إنه الدولة كلها جاهزة لاستقبال السائح من أول ما ينزل من المطار، وإزاي بنعمله أو إزاي بنضايقه أو إزاي بنعطله لحد ما بيرجع تاني المطار وهو واخد انطباع جيد عن الدولة، فبالتالي هيرجع مرة تانية أو هيتكلم بكلمة إيجابية عن الدولة، وبالتالي دي هي القوة الحقيقية لأننا صنعنا، عملنا عجلة هذه الصناعة. سؤال مهم جدا جدا عن الخدمات التعليمية والصحية. هل التوسع في تقديم الخدمات دي عن طريق القطاع الخاص، وده الدولة
يعني بدياله مساحة كبيرة جدا عشان يعوض النقص اللي حاصل من القطاع الحكومي. هل ده ممكن يبقى فيه مبدأ تكافؤ الفرص في تقديم الخدمات دي ولا لا؟ دي أسئلة الحوار الوطني. والحقيقة يمكن يكون على مدار الشهور اللي فاتت اللي بدأ فيها الحوار الوطني كان في مخرجات مهمة أننا نشوف صوت الشارع، لكن الأسئلة دي إذا تمت الإجابة عليها في المؤتمر الاقتصادي، وإذا فهمها مش بس المستثمرين لكن إذا فهمها رجل الشارع، هنبقى حققنا نجاح كبير جدا جدا في الوعي الشعبي للأزمة. لما بنبقى عارفين إحنا فين بنقدر نساعد بعض ونعدي منها. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم التاسعة. زي ما انتوا شفتوا حفل الختام احنا عاملينه في متحف الحضارات، كان لازم نوري الاجانب كلهم الموجودين نقول ايه عظمه مصر، مصر الجديده. يعني احنا قعدنا نفكر ازاي يطلع الحفل كده في الشكل المصري. فزي ما انت شايف كده الفرحه، الاجانب والمصريين بيعيطوا ان هم ماشيين، في ناس مدت على حسابها انها تقعد تاني. زي ما انت شايف الفرحه، مفيش كلام ممكن اقدر اقوله. يعني النهارده اختم مهرجان اطفال العالم، اخراج كابتن عمرو عجمي، احنا فرقه في عجميه بورسعيد. احلى حاجه في الافتتاح عملوها النهارده، جمعوا اطفال العالم من جميع العالم. كان مبسوطين بمصر. جاية النهاردة مشرفة مع فريق عجميات، وطبعا ليا الشرف ان انا اشارك في مهرجان زي ده. مهرجان بيحضره كل بلاد العالم ودول كتير جدا، وتبادل ثقافات، ودي حاجة طبعا بتخلي الاطفال عندهم كونتاكت مع الاطفال اللي برا، وبيزود ثقافتهم وبيزود تعاملهم وبيكسبهم خبرات. فانا مبسوطة جدا النهاردة ان انا مع عجميات بورسعيد، فريق جميل، فريق يشرف مصر كلها. احنا كتير طبعا يعني مبسوطين، ومتشكر وزاره الشباب والرياضه لاهتمامهم ببنتنا نجود وبالموسيقى وتشجيعهم. طبعا موجودين، احنا مبسوطين كتير بوجودنا هون في مصر. يعني مصر، المصريين اخواتنا، يعني صرنا 10 سنين صرنا من الشعب المصري نفسه بذاته. الاسبوع كان حرفيا احلى اسبوع يعني مر عليه في السنه دي. رحنا اماكن كتير، رحنا فاميلي بارك، رحنا متحف الحضاره اللي من شويه امبارح، رحنا عند النيل، عملنا عروض هناك، حاجات كتير. يعني الاسبوع كان حرفيا تحفه قوي. شرف لينا وشرف لفلسطين المشاركه على ارض مصر. يعني ارض مصر الداعم الحقيقي والسند لقضيتنا في فلسطين، واحنا دايما بنكون سعداء في وجودنا مصر، بنحسش بالغربة، بنحس ان اخواتنا. يعني مصر بالنسبة لنا، الاردن ومصر نحن شعب واحد، ما عمرنا حسينا بانه احنا غريبين بمصر. ودائما بكل مهرجان، وهاي المرة وخصوصا هذا المهرجان، هاي المرة الثانية بنشارك بالمهرجان، وان شاء الله اعوام مديدة لنجاحات اكثر وازدهارات بمصر. Yes, we speak in our country, in our festival, about climate change. Maybe can be a message about it. We wanted to tell you that you have changed as well Europe. We very worked with our rubbish. We plastic, glass, another cup and cup bags. Change people's without cars, more bicycle, more use anything. This festival we participate first time. It's very interesting because I first time in Cairo. I in Egypt say several time I was in Hurghada and Sharm, but in Cairo I am first time. It's interesting. We saw pyramids and go inside and have funny time with other countries. We have many friends. Our girls found new friends, new cultures. It's very fine. I think there are many things that connect the two populations.
We are too similar, and we are grateful, open-hearted, smile people, yes. اتزف مني يا حنفي. صاليك ده انا اخوك يا جدع. تروح للغرب. ده انت تيجي تقولي مسعود انا عاوز فلوس. يا راجل عيب. ايه ده؟ مش تقولي اذا سمحت لا. انا بقى في عشم. تيجي كده تقول لمسعود انا عاوز فلوس. ايه ده؟ طبعا صوت عالي كده يوين. يوين. احنا اخوات. صاليك وين عليا. طب مسعود انا عاوز فلوس. وانا عاوز برضو ايه يعني؟ عليك. ايه اقص عليا ايه؟ طبعا الله عيب تكسف مني انا كسف مني. لا 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 ما تكلمنيش يا حنفي. ما انا ما كسفتش وقلت اهو. لا ما هو لازم تقول طبعا. وانا كسفت انا كمان. ما انا كسفتش اهو برضه. طب انا ابط ايه؟ مش مهم بقى. المهم الحاله النفسيه. الحاله النفسيه يعني انت عاوز اوكي انا عاوز اوكي. يا ريت تشوف حد يدينا وننهي. شكرا يا ايمن انك فكرتنا بالفنان الراحل الكبير سمير غانم. الموهبه اللي شفناها دي ايمن شريف بيقال عليه كده على السوشيال ميديا انه شبيه الراحل الفنان الراحل سمير غانم وهو فعلا شبهه. وابتدى يعمل مقاطع كتير بصوت الفنان سمير غانم وبالتالي الناس بقت بتشوفك او بتشوف معاك النوستالجيا لشخص بنحبه جدا جدا. فانت يعني حجزت مساحه مضمونه من القبول عند الناس. ازيك يا ايمن؟ مساء الخير. مساء النور. أول سؤال بس شاغل بالي أنا شخصيا، هل ده شعرك الحقيقي طبعا. ولا باروك؟ لا دي باروك. شفت هو أنت شبهه فعلا بس أنت راسم الشخصية بشكل كبير بتفاصيلها المميزة. احكي لي من أول إمتى ابتدت الناس تقول لك عن الشبه ده وتاخد بالك يعني؟ هو فكرة الشبه يعني من فترة طويلة قوي يعني أكتر حد كان بيشبهني أختي طبعاً. فكانت دايماً تقول لي أنت فيك شبه من سمير غانم. فأنا برضو ما كنتش بدقق في الموضوع لأن أنا كنت شايف أن أنا بعيد في الشكل عنه. بس في 2017 بدأت أن أنا أشتغل مسرح في مجال التمثيل. فبدأت أن أنا أشتغل على كاركترات كتيرة جداً. فمرة كنت عامل كاركتر كان في ان انا محتاج ان انا البس باروكه. ففوجئت لما لبست الباروكه واللبس لقيت ناس كتيره جدا من جمهوري بيقول لي انت شبه سمير غانم جدا. طبعا. دي اللي كانت البدايه. يعني انا انت شكلك بالباروكه والشنب هو الفنان سمير غانم بس يعني من 30 سنه كده يعني بالظبط. في السبعينات. انا حتى دلوقتي بحاول اسمعك كده ومش عايزاك تقلد ولا حاجه بس ايه اكتر مقطع انت بتحبه او جاب صدى كبير جدا مع الناس؟ في المقطع اللي هو مسرحيه المتزوجون. ده اكتر حاجه يعني اللي احنا لسه عارضين. اللي هو عايز فلوس انا عايز فلوس. طب سؤال يا ايمن، انا عارفه انه تقليد الفنانين هي موهبه بحد ذاتها او تقليد الشخصيات يعني، لكن انت بتقول انا بشتغل مسرح. اشتغل مسرح يعني ينفع يبقى الفنان العظيم سمير غانم قدوة عظيمة ليك. هتظبط ازاي السكة ما بين انك شبيهه فعلا ده تقدر تستغله ايجابيا ولا بس يبقى قدوة ليك وتكمل انت بشخصيتك او بشخصيات متعددة؟ لا يعني انا الحمد لله يعني بحاول ان انا اشتغل على كاركترات كتير يعني عملت كذا عرض مسرحي بكذا كاركتر. وجه ابليم، شخصيه سعيدي، شخصيه من الفلاحين، كاركترات كتيره جدا. بس طبعا كاركتر الفنان الكبير سمير غانم الله يرحمه يعني انا واحد من الناس كنت بخاف ان انا اقرب للكاركتر ده لانه طبعا شخصيه غنيه بالتفاصيل وبالرياكشنات وهو يعني سبحان الله كان عنده قبول وكان عنده ابتسامة تخلي أي حد يحبه. طبعا أيمن الخط قطع بس موهبة حلوة ومن حبنا للشخصية إحنا فعلا بننحاز جدا لأننا نشوف حاجة من ريحة الناس اللي بنحبهم. أيمن شريف شبيه الفنان الراحل سمير غانم كان معنا. وبذكر الحبايب الغاليين اللي فرقونا والناس اللي هم جزء من مصر، قوة مصر الناعمة، تاريخ مصر الحديث، تقدر تصنفهم كجزء من الشخصية المصرية. احنا بنرتاح لما نبقى مثلا في غربة بنرتاح نشوف حد مصري لاننا بنعرف نقول إفيهات على راحتنا، نعرف نقول اجزاء من افلام مثلا على راحتنا. خليني كمان اقول لكم انه
من واحدة من الشخصيات اللي عمرها ما غابت، هو الفنان الكبير الراحل نجيب الريحاني. خبر حلو تناقلته وسائل الإعلام الفترة اللي فاتت، لكن بكرة هيتم عرض المسلسل الجديد. الشركة المتحدة هتبدأ عرض المسلسل الجديد الضاحك الباكي. الضاحك الباكي أول مسلسل يتناول سيرة الفنان الكبير نجيب الريحاني، والمسلسل ده منتظر لأسباب كتير، من ضمنها أو من أولها حبنا الشديد لهذا الفنان، لكن كمان يقين أن الموهبة اللي قايمة بالدور عمرو عبد الجليل اللي بيلعب دور نجيب الريحاني واحد من المواهب الفنية الرائعة، ونحن منتظرين أننا نشوف الجانب الإنساني في شخصية ثرية جدا جدا. نجيب الريحاني اللي بالمناسبة أنا اتصدمت لما قريت الرقم، النهاردة فات 73 سنة على رحيله، يعني في أجيال عاشت وتولدت ورحلت وهي ونجيب الريحاني جزء من تاريخهم، وما نعرفش أنه هو بعيد كده، هو بالنسبة لنا قريب جدا. نجيب الريحاني اللي بيقرأ عنه ويعرفه هو مدرسة خاصة، الخلطة والخليط الثقافي المخزون الثقافي بتاع نجيب الريحاني ما كانش قليل، كان متعدد الثقافات من والده، من تربيته وولادته في مصر، من ثقافته المدرسة الفرنسية اللي تلقى فيها تعليمه، علاقته ببديع خيري وترجمة مسرحيات فرنسية بقت تأسيس المسرح المصري. اللي يقرأ عن نجيب الريحاني يعرف أنه هو صاحب المقولة اللي قال أنه احنا عايزين مسرح يشبه مصر مش مسرح مترجم، في الوقت ده كان مسرح بالاكتر مسرح مترجم، فقال عايزين مسرح ريحته وطعميه وملوخيه مش ريحته بفتيك وبطاطس مسلوقه، مسرح يشبه الناس. وبالتالي هو عايش حياته كلها يعمل كده، يقدم مسرح يشبه الناس وفن يشبه الناس. مبسوطين جدا انه يكون معانا على تليفون الابنه الوحيده لنجيب الريحاني الاستاذه جينا الريحاني. اهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. مساء الخير، سامعني كويس؟ سامع حضرتك كويس. كويس. أستاذة جينا، كنتي متابعة العمل اللي بيرصد سيرة الوالد الراحل، وكنتي عارفة تفاصيله من البداية ومشرفة عليه، ولا أنتي تابعتي من بعيد؟ يعني أنا بصي بقى، أنا شفت أول مرة وعندي كان عندي 10 سنين 9 ونص، فأنا كنت عايش معه 3 سنين بس مش على طول، يعني شوية في الـ في الـ في الـ في فرنسا وشوية هنا. يعني ده اللي كل حاجة أنا عارفة من ابن عمي أو من ماما أو من ناس تانيين. أنا أعرف يعني اللي قبل كده، اللي قبل 46، اللي قبل التاريخ 46. ده أنا أعرف من ماما من ناس تانيين. ايه ذكرياتك الشخصية مع الوالد؟ ذكرياتي ما شاء يوم ذكرياتي انا كنت في باريس، وكنت احنا كنا عايشين في باريس، وكنا هو كان بيجي لنا في الصيف. لما الدنيا حر في مصر، هو كان بيجي باريس لي، كان طول عمره كان بيجي باريس عشان يشوف كده ايه الجديد في المسرح. يعني كده وكده وبعدين حصل بعد الحرب الهتلر، اول مره شفته سنه 46 شفت في باريس. طبعا انا كان عندي 9 سنين وكان قالوا لي والدي مش مصري، لا والدي الماني وهو دلوقتي مش موجود عشان هو في الحرب. فمرة واحدة سنة 46 كنا في باريس وكان في أزومة، يعني كان في أزومة كبيرة، وبعدين جاء واحد أسمى شوية. حضرتك تقصدي والدتك ولا والدك؟ والدي يعني دلوقتي. وإحنا بنتكلم فرنساوي، هو كان بيتكلم فرنساوي، إحنا كنا بنتكلم فرنساوي. فيعني ده أول مرة شفته، حبيته على طول. احنا قضينا ايام حلوه قوي قوي كده، كان طبعا انا بنته وهو كان بيفسحني وكان معايا زي كان بيعمل ده اللي انا احبه فيه، علشان كان بيعمله كده زي واحده كبيره مش بنت صغيره، مش بنت صغيره تسمع كلام، لا ده يعني واحد انا ده وممكن اقول له كل حاجه، وهو يعني نصيحه منه يعني دلوقتي انا ما انساش ابدا اي نصيحه.
فأنا حبيت فيه قوي قوي، وهكذا يعني زعلت قوي لما كان عندي 12 سنة، يعني تقريبا 12 سنة وتوفى يعني. وما توفى. أنت بتشوفي أستاذة جينا، أنا شايفة أن لغتك العربية جميلة، بتشوفي أعماله يا روحي. بصي بقى أيوة مكسرة ليه، أنت هنقولي أنت طول عمرك أنت عايشة في مصر كده، الكلام فارغ، أنت مش بتكلمي مصري. أنا أقولك إيه، عشان أحنا كنا دايما نتكلم يا فرنساوي يا إنجليزي، وأيام زمان كان في أجانب كتير وإحنا كله نتكلم يعني مال أجانب، فمكسرة شوية. بس نقول لك ايه، دمي خفيف. لا دمك اكيد خفيف، ده انت واخده خفه الدم كلها. يعني عشان كده يعني ما تدقش حبيبتي كده مكسر يعني اهو. بس انا بحبكم، احبك انت ونحب كلكم اللي بيشوفوا ولا بيسمعوني دلوقتي. انا بشكرك. بشكرك يا استاذه جينا، احنا كمان بنحبك وبنحب سيره الراحل الكبير الفنان نجيب ريحاني. جميل، هذا ما خفيف فعلا. أستاذة جينا ريحاني شاركتنا، والإعلان عن نجيب ريحاني، نجيب ريحاني خصنا كلنا، ونجيب ريحاني المصري الأصيل بتاعنا كلنا. إحنا متوقعين عمل يليق بسيرة الفنان الراحل الكبير نجيب ريحاني. بعد الفاصل هنرجعكم أو هنكمل مع بعض في خط الفن، لأنه الفن جزء أساسي من الشخصية المصرية. أكيد كلنا عارفين أنه مؤتمر أو قمة المناخ بتعقد في غضون أسبوعين تقريباً من دلوقتي، لكن مش كلنا نعرف أنه على هامش هذا المنتدى الكبير الدولي في فعاليات كثيرة كمان بتحصل، ومن ضمنها فعاليات فنية بتدعم الفن وبتدعم كل النشاطات اللي بتخدم البيئة. معنا بعد الفاصل شيرين بدر، المدير التنفيذي لمؤسسة الفن التشكيلي من أجل التنمية، والاسم لوحده والمبادرة نفسها خلتنا نهتم أننا نسمع أكتر من أستاذة شيرين، هتكون معنا بعد الفاصل. مساءكم خير. قمة المناخ المزمع أنها تقام في مصر من 6 إلى 18 نوفمبر، في مشاركات طويلة ومشاركات بمستويات مختلفة. يمكن بعضنا يقول أن دي قادة العالم بيتكلموا في قضايا هي حقيقة خطيرة جدا تخص العالم، ودول قادة وصناع القرار. لكن الحقيقة أنه هتفضل المباحثات دي ناقصها ذراع يخليها توصل للناس، ويخلي الكلام اللي يبدو بالنسبة لنا كبير ومعقد يبقى بسيط ومفهوم. وأعتقد أنه الفن هو صاحب الدور الأكبر في المنظومة دي. هيوصل لنا المخرجات بتاعة المؤتمر عن طريق أعمال فنية، عن طريق محاولات إزاي هندمج الرؤية العالمية لمواجهة التغيرات المناخية في صورة فن وأعمال. عشان كده النهاردة تشجعنا جدا أننا نقابل شيرين بدر، المدير التنفيذي لمؤسسة الفن من أجل التنمية. شيرين، أولا مساء الخير. مساء النور. هاي دي نزل ويمكن الواحد يبقى الأول. بصي شايفة ألواننا حلوة زي ما بقى، لازم تكتشفي إن إحنا عاملين فن حلو جدا يعني من غير ما نقصد. بالصدفة. أنتوا مشاركين في قمة المناخ، وكانت مفاجأة بالنسبة لي أني أعرف أنه في معارض فن تشكيلي على هامش القمة. الحكاية دي بتحصل إزاي؟ إيه دور؟ هو إحنا عندنا إيمان أصلاً الأرت قادر على تغيير العالم، يعني ده إيماننا. فهو بالعكس الأرت يعني هو جزء وشريك في يعني هو بيحل المشكلة. فإحنا بنعتبر نفسنا شركاء، شركاء مهمين في المجتمع. فمن خلال الفن ومن خلال مبادرات كتيرة جداً إحنا مشاركين فيها بقى بنشارك في المؤتمر. قولي لي اهم دور انت شايفه انه نبقى نجحنا لو حققناه، او رساله نبقى وصلناها من خلال المؤتمر. هو احنا بنقول ان احنا يعني من خلال الفن اللي بنقدمه طبعا بنقدم حلول، لان احنا مش بنقدم بس مجرد اللي هو فيزيكال ورك اللي هو الاعمال العاديه اللي هي زي لوحات ومنحوتات، لا بنقدم برضو اوجمانتد رياليتي، فيرتشوال رياليتي، افلام فيديو، فيديو ارت، بنقدم ده كل الرسائل اللي ممكن تكون بتخدم الهدف. بالظبط. فبنقدم من خلال كل الحاجات دي افلام وثائقيه، فوتوغرافيا، فبنقدم من خلال الحاجات دي رسائل ان احنا رسائل ومعالجات وحلول
للتغير المناخي، ازاي ان احنا نقدر نقدم من خلال الفن حلول للمشكلة. طب يا شيرين دايما يقولوا كده الفن التشكيلي صعب الفهم، صعب نفهمه، بسطتوها يعني ازاي للناس؟ دي بالعكس، دي ده الفن التشكيلي حتى دايما يقولوا ده لغه عالميه. يعني انت ممكن اكون انا مثلا بتكلم صيني وانت بتتكلمي عربي، بس هنقدر نفهم بعض من اللوحه، هتجمعنا. هل اسفه، هل الثقافه او بتساعد الواحد انه يقدر يقرا الفن افضل؟ انا مش عايزه اكلم. طبعا مش عايزه اكلم. هو حتى ليه الفن دوره مهم؟ ليه مهم؟ لان الفن بيخلي عند المواطن او الانسان وعي قدر معين من الثقافه والذوق. فطبعا انت ما يبقى ده يعني بترتقي، بنرتقي بالانسان، بقى عندك وعي، عندك ثقافه، عندك ذوق، اكيد دي مش عايزه كلام. انت نفسك كانسانه ترتقي. انت نفسك كانسانه هتبقي مش عايزه تلوثي بيئتك. انت نفسك هتحسي ان انت لا مش عايزه اشوه حاجه جميله. بالظبط، لان انا عندي خلاص انا اوريدي مزروع جوايا ذوق وفن وثقافه. اكيد اكيد مش هحب ان انا الوث بيئتي، او ان انا اكون بساهم في ان انا اخرب مثلا، او ان انا يبقى سبب في خراب البيئه من حواليا او الارض بشكل عام. دايما يقولوا الصوره بألف كلمه. ايه اللوحات المميزه اللي انت تقدري تقولي احنا السنه دي دي البطل بتاعنا، ده الهيرو اللي احنا بنقدمه، هي في شكل مشاركات لوحات ولا زي ما انت قلتي اشكال مختلفه من الاعمال الفنيه؟ لا هي اشكال مختلفه الحقيقه. بنقدم كذا حاجه، يعني بنقدم مثلا اعمال فيها اعاده تدوير، يعني دي مثلا معموله بالقماش، القماش بيستعمل ده اعاده تدوير للقماش. اوكي، دي لوحه الفنانه نعمه السنهوري، ودي هي بتعيد فيها القماش بطريقه فنيه جميله. اوكي، في اعمال تانية مثلا يعني مثلا ايه دي بقى احكي لنا. دي انا مش شايفاها كويس، لكن هي بصي بكل لا بس كل دي برضو فيها، دي برضو اعاده تدوير، وفي برضو فيها استعمال القماش والورق والحاجات. عايزه اسالك عن حاجه، المفروض انتوا من ضمن دي عليا جدي برضو، دي فنانه جميله برضو قماش، بتستعمل قماش. عايزه اسالك، انتوا المفروض انه هتتكلموا او هتساهموا مع الاطفال، رؤيه الاطفال للعالم النظيف، احنا ده حقيقي. احنا بنقول دي مثلا اعمال فنون جميله، لان احنا مقدمين طبعا منظمات عالميه من العالم كله، يعني مش بس فنانين محليين، مقدمين فنانين محليين، فنانين عالميين، جاليريات عالميه، مبادرات عالميه، وفي نفس الوقت مقدمين شغل لشباب. شباب مصر، احنا بصراحه يعني اخترنا البروجكت ده من فنون جميله. والبروجكت ده اشرف عليه دكتور ايهاب الطوخي، في منتهى الجمال. ازاي اعاده تدوير كل حاجه، يعني مثلا الزرافه دي من لعب الاطفال اللي احنا بنرميها، صغيره هي صغيره وجميله، وجمعوا فيها كل لعب الاطفال اللي احنا بنرميها خلاص متخلص منها، وعملوا بيها شكل فني جميل. بالظبط، وكل الاعمال بالطريقه دي. في برضو عندنا يوث، الاطفال هيشاركوا معاكم؟ عندنا اطفال مشاركين، لان احنا دايما احنا مؤمنين ان احنا صوت الطفل، فاحنا عايزين نديهم كده، احنا صوتهم، فاحنا عايزين نديهم مساحه ان هم يعبروا عن فنهم. ففي اطفال من 60 دوله مشاركين معانا، اطفال من العالم كله، من 60 دوله مشاركين معانا. من مصر في طبعا كذا مدرسه مشاركه معانا. ايه نوع المشاركه؟ يعني احكي لي كده عشان متحمسه جدا. فكره ان طفل يحضر قمه المناخ، اعتقد دي حاجه ده هتبقى في ذاكرته طول عمره. ده حقيقي، ده حقيقي. يشارك يعمل احنا اصلا عمالين كل شويه نحمسهم. طبعا احنا بنعمل ميتنجز مع الاطفال العالم كلها، يعني في احنا شركاء مع تيكت جلوبال، وده ارت جاليري تبع ذا سنتر فور جلوبال اديوكيشن، دي حاجه كنديه. دي حاجه احنا شركاء معاهم، هنديهم مساحه عندنا في ورلد ارت فورم او منتدى الفن الدولي. وبنعمل ميتنجز مع كل فتره كده مع اطفال من 60 دوله. أوكي. فانا وانا بسمعهم قد ايه بحس ان انا مش يعني مش انا اللي بديهم دعم وبشجعهم، لا هم اللي بيدوني دعم وبيشجعوني. ببقى طالعه من الميتنج حاسه مليانه ايجابيه، لان الولاد كلامهم ان هم لا انا قادر اغير العالم. بالظبط، فبيدي لك احساس ان ايه ده، يعني يعني انا مثلا بيفكرني بنفسي وانا صغيره قوي، وانا فاكره ان انا هغير العالم وهعمل وهخلي، فبيدوني طاقه ان احنا قادرين نغير العالم. ده حقيقي. بحاجات بسيطه هنقدر نغير، اكيد هنقدر نعمل كده. فمن كتر جمالهم قد ايه هم حاسين انا جاي اغير العالم، وانا جلوبال ليدر، وانا جاي عشان عندي مسج عايزه اقدمها وعايزه اشارك، لان ده المكان اللي انا عايش فيه زي ما الكبار عايشين فيه. فلا احساس طبعا رائع مختلف، والاعمال بتاعتهم كمان جميله. وهتتعرض كمان في المنفصل ان شاء الله. بعد الفاصل هنرجع نسال شيرين عن
الخطه طويله المدى. احنا المشاركات الكبيره اللي في مؤتمرات كبيره زي دي مهمه طبعا، لكن كمان في خطط لازم المؤسسات الفنيه تبقى بتتبناها عشان تدعم الرؤيه دي. احنا كنا بنتكلم ازاي الفن بيقود الذوق وبيغير حقيقي من طريقه تعامل الناس او فهم الناس لفكره ولقضيه المناخ بشكل عام. بعد الفاصل نكمل مع شيرين بدر. مساءكم خير، لسه بنكمل مع شيرين بدر المدير التنفيذي لمؤسسة الفن التشكيلي من أجل التنمية، واحنا بنتكلم عن دور الفن وتواجد الفن في قمة المناخ. محتاجين نعرف كمان تفاصيل الشراكة دي، يعني المؤسسات الفنية اللي معناها في مصر. احنا دايما نفتكر كده، وانا عارفة انه بنعتذر لكل الفنانين، احنا دايما نفتكر ان الفن حاجة رفاهية. ايه حتمية المشاركة؟ يعني مش عايزة بقى بتفلسف، بس قد ايه مهم انه في وسط الكلام الجد جدا والقرارات الدوليه يبقى فيه الجزء ده من المشاركه الفنيه. قولي لي المنظمات الدوليه بتتعامل معاكوا ازاي؟ هقول لك بس الاول تعليق بسيط، ان الفن مش رفاهيه. الفن حوالينا في كل حاجه، يعني اللبس احنا لابسينه ده ديزاين باين ارتست، الديكور اللي حوالينا ديزاين باين ارتست، المبنى اللي حوالينا برضو معمول اركيتكت اللي عامله او معماري اللي عامله برضو ان ارتست. فاحنا حوالينا في كل حته في فن وفي ارت، فهو مش رفاهيه. بالظبط، بالعكس، اللي هو الفن ده اساس في حياتنا. يعني انت لو شفتي في كل حاجه انت في حياتك حاجات بسيطه جدا هتلاقي ان هي فن. هي موجوده، فهو مش رفاهيه طبعا. بالعكس، هو اساس حياتنا. المنظمات بتبص لنا طبعا، يعني بالعكس، ان احنا شركاء في التنميه. ازاي؟ يعني احكي لنا ازاي انا ممكن يبقى عندي اهداف تبان انها معقده واستعين بمجموعه من الفنانين يساعدوني في ان اهدافي توصل بطريقه اسهل؟ هو احنا بس مش هدفنا ان احنا بنعرض فن. احنا بنعرض فن طبعا طبعا، دي حاجه بنحبها. وبنحاول نربط الفن بالتنميه، وبنقدم فنانين مصريين بره مصر. عملنا ده كتير جدا، يعني بنخرجهم بره مصر، بنقدم الفن المصري بره في العالم كله. بس احنا في نفس التوقيت احنا بنعمل تدريب للشباب، يعني بندرب الشباب على الفن، بنضرب الأطفال، بنعمل حاجات من إعادة التدوير، ودي حاجات مهمة جدا. احنا عندنا مشكلة في مصر رهيبة، ان في بيحرقوا قشر الأرز. ده من أكبر المشاكل بتاعة الكلايمت تشينج أو التغير المناخي، من الحاجات اللي بتأثر بشكل سيء. يعني حتى ورغم ان تأثير مصر في تغير المناخ العالمي قليل، إلا انه برضو احنا عندنا جزء، احنا عندنا ملوثات. ما عندنا بس احنا بالفن بنغيرها. يعني القشر الرز ده احنا بنستعمله، بنعيد تدويره، بيبقى ورق ريسايكلد بيبر، بنعمل منه اعمال فنيه، بنعمل منه منتجات، وبالعالم كله بيتسوق للعالم كله. يعني كان الفن بيقدم احتياج جديد، يعني طبعا بيتصالح مع البيئه. بيتصالح مع البيئه. انت ممكن تشوفي مثلا حاجه شكلها قبيح جدا، الفن بياخدها بيعيد تدويرها لشكل في منتج جمال. فطبعا احنا بنساهم اهو في ان احنا بنحافظ على بيئتنا. انت مثلا ممكن الفن بيقدم لك مسج. ازاي مثلا انت ممكن تشوفي عمل، يعني انا مثلا بدرس، فانا تلاميذي عملوا مره بروجكت سموه العالم ليس سله مهملاتك. الله، حلو. ومن ضمن الحاجات اللي فكروا فيها ان هم يعملوا ازاي انت بترمي البلاستيك في البحر. ده بيأثر على الكائنات الموجوده جوه البحر. بالظبط. انا بشوف، ومعرفش برضو صححي لي، الاطفال اكتر وعي بقضايا البيئه، يعني اللي متعلمين تعليم كويس عندهم وعي اكتر، وازاي ننقل ده للكبار؟ هو ده حقيقي. بس هو برضو الاطفال انت لازم بتوعيهم. لازم، محتاجين تدريب، لازم تقول لهم الطريق الصح ايه. يعني انت مثلا بتقولي للاطفال ان انا ما ينفعش افضل اسيب الحنفيه مفتوحه طول الوقت، لان ده انت كده يعني بتويست الواتر مثلا، او انت كده بتضيع الميه. فانت محتاج ان انت لو غسلت وشك ما تسيبش الميه مفتوحه. طيب، ما هو بيبدا يفهم ان ده حاجه غلط ما اعملهاش، وبيعبروا عنها فعلا بفنهم. هتلاقي الاعمال دي ان شاء الله بتيجي الكوب تلاقيها موجوده. ان انا ازاي ان انا طول ما المايه مفتوحه ممكن يحصل جفاف، لان انا ممكن ما الاقيش ميه نظيفه اشربها.
وكمان هرجع لكلمتك، انا اقدر اغير العالم باني اغير الجزء الصغير اللي يخصني. ده حقيقي. بشكرك. بشكرك جدا انا شيرين. بشكرك جدا شيرين بدر، المدير التنفيذي لمؤسسه الفن التشكيلي من اجل التنميه، المؤسسه المشاركه في قمه المناخ، في على مستوى مشاركه حقيقي كبير، واحده من المشاركات مع اليو ان، والمشاركه الثانيه مع ايه؟ عندنا كذا مشاركه، عندنا مع ريزيلينس هاب، عندنا مع تيكت جلوبال، كذا مشاركه عالميه. بشكرك وكل التوفيق، ويا رب نقابلك كده بعد الكاب ان شاء الله، نشوف التقرير عن المنتدى ان شاء الله. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.